صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين بمراجعه وبحث من خلال تهيئه هذا البرنامج والاعداد لهذا البرنامج وجدت ان هنالك كما هائلا ليس كثيرا هائلا بشكل لا يتصور الانسان ان قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مرويه في احاديث اهل السنه اهل السنه يذكرون القضيه المهدويه بشكل كبير جدا وفي كتبهم وفي رواياتهم طبعا هذا للذي يبحث ويقرا ولكن الانسان الذي يجادل والذي لا يريد ان يصل الى الحقيقه فنحن لا نتكلم معه نتكلم مع الانسان الذي يبحث عن الحقيقه الحقيقه موجوده في كتبكم راجعوها ستجدوا الكم الهائل من الروايات المرويه عن رسول الله وصحابه النبي في حق الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. كبدايه في الحديث اذكر مجموعه من هذه الروايات في مواضيع متعدده، روايه عن عبد الله بن مسعود يتكلم عن فضل المؤمنين في اخر الزمان، وهذه روايه تحكي عن واقع مهم، الواقع يتعلق بنا جميعا. نحن الان في هذه المرحله في مرحله الغيبه. وننتظر للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن الإنسان المؤمن في هذه الدنيا وفي هذه المرحلة له موقعية ومكانة خاصة عند الله تبارك وتعالى فالذي كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله مجرد مشاهدة النبي ومصاحبة النبي والاستماع على حديث رسول الله يضفي على الانسان انطباعا كبيرا من الايمان بالله تبارك وتعالى فكيف لو ان الانسان كان بعيدا عن هذه الاجواء الايمانيه هو المباشره والتواجد والتشرف عند الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لذلك في مرحله الغيبه الكبرى لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف تجد ان هنالك موقعيه خاصه الروايه يروها علماء السنة السنة عن عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه طبعا أنا أضيف وآله وسلم لأن الرسول قال لا تصلوا علي صلاة البتراء استغرف يعني رسول الله يقول لا تصلوا علي صلاة البتراء لا تقول صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وآله ولكن ليش هذا العناد وليش هذا تضليل العام من الناس لماذا هذا التضليل؟ لماذا الاصرار على عدم ذكر الال في الصلوات؟ فالروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله ان من ورائكم ايام الصبر يحكي مع المسلمين من ورائكم يعني بعد مرحلتكم ان من ورائكم ايام الصبر الصبر فيهن كقبض على الجمر لا يتمكن الإنسان أن يقبض على الجمر ولكن الإنسان الصابر في هذه المرحلة حكمة في التحمل لا يتحمل سؤال هل الإنسان المؤمن أي إنسان يتمكن أن يمسك الجمر بيده هل يتمكن أن يصبر على مسك الجمر بيده مستحيل يتمكن الإنسان يصبر ف الانسان المؤمن في مرحله الغيبه الكبرى لصاحب العصر والزمان من الصعب فعلا دائما انا اقول الشباب ساعد الله قلوبهم في هذه الاجواء في اجواء اللي موجوده في مواقع التواصل الاغراءات اللي موجوده، الاثارات اللي موجوده الميول واثاره وطغيان الشهوات والغرائز الشاب الآن في عصر الغيبة الشاب المؤمن المهدوي الذي يحافظ على إيمانه يحافظ على التزامه لا يقع في حجبة بالنتيجة هذه قلبها ليس بصخر مجموعة من العواطف أن تمسك نفسها أن تحافظ على إيمانها أن لا تجعل طغيان الغرائز تتوجه يمين وشمال هذه الميول الموجودة المجتمع ترى المجتمع لا يدعو الى الله تبارك وتعالى. المجتمع لا يشجع على الفضيله والتقوى. مجتمع اليوم يشجع على ارتكاب المعصيه والجهر بارتكاب المعصيه وتحدي الله تبارك وتعالى. فاذا الفتاه المهدويه المؤمنه الصابره على المعصيه، الصابره على طاعه الله تبارك وتعالى. كم لها قيمه عند الله؟ هذه لا تقيم بقيمه معينه. فإذا الشباب اليوم يتعرضون إلى هجمة كبيرة هنيئا لهم على هذا الصبر على المعصية الصبر على طاعة الله الاستمرارية الابتعاد غض البصر صراحة امتحان صراحة أن الإنسان يقع في مواجهة كبيرة حياكم الله شبابنا الطيبين حياكم الله اللي تحافظون ويفتخر بكم ويتباهى بكم إمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فإذا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه واله يتحدث مع المسلمين ان من ورائكم ايام الصبر من بعدكم فعلا الصبر الحقيقي ياتي من بعدكم الصبر فيهن كقبض على الجمر كقبض على الجمر للعامل فيها اجر خمسين يعني انتم صحابتي رسول الله يتكلم مع الصحابه العامل واحد الان في عصر الغيبه للامام المهدي سلام الله عليه كل واحد كل شاب مؤمن كل فتاه مؤمنه يعادل خمسين واحد من صحابه النبي للعامل فيها في هذه المرحله مراحل الصبر أجر خمسين قالوا يا رسول الله أجر خمسين منهم يعني من هذه المرحلة الآن يعني يعادل خمسين واحد مؤمن في عصرهم قال لا أو خمسين منا قال خمسين منكم يعني الواحد من المؤمنين الآن في عصر الغيبة يعادل, يعادل خمسين مؤمن من صحابة رسول الله من المسلمين في ذلك الوقت إذا كم له قيمة كبيرة هذه رواية من رسول الله صلى الله عليه واله صريحة وواضحة في مرحلة الغيبة الكبرى هذه هي المرابطة هذا الإنسان الذي يقف في مواطن القتال والثغر أن تحافظ على إيمانك أن تحافظ على العقيدة وهذه العقيدة الآن هي لها أهمية كبيرة جدا رواية أخرى أيضا مروية عن كتب أهل السنة طبعًا اللي يسمعني الآن من أهل السنة طبعًا نحن الشيعة لا نحتاج إلى رواياتهم بصراحة نحكي أنا ما أحتاج لصحيح البخاري ولا صحيح مسلم يمكن واحد يسأل هذا بالقوسين واحد يسأل ليش ما نحتاج إحنا مصادرنا ما شاء الله عدنا كتب هائلة ومليئة بالمصادر والمواثيق يعني أنا ما أرجع للبخاري اللي عندهم البخاري يأتي بعد القرآن أضرب مثال على ذلك أضرب مثال وأعطي الحكم لكم هذا كتاب صحيح البخاري موجود ارجعوا إليه يقول هو يروي صحيح البخاري عن رسول الله صفة أي إنسان لا يتقبلها منه ما يتقبل هذا الشيء أبدا ينكرها على أي إنسان فكيف برسول الله وإنك لعلى خلق عظيم يقول وقف رسول الله وبال أستغفر الله وبال في زباله بالله عليكم صحيح البخاري هكذا يروي عن رسول الله وهكذا يروي أن رسول الله يتكى على صدر عائشة والجواري يرقصنا ويطربنا ويغنينا عند رسول الله هذا أي محمد هذا محمدكم محمد الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين ليس به, به هذه الصفة فإذا كتبهم مليئة بالانحرافات والخرافات أنا ما لا ارجع اليها ولكن اقول هذه الروايات اتمام الحجه على اهل السنه ولا نحن كشيعه احنا عندنا كتاب الكافي عندنا كتاب بحار الانوار عندنا وسائل الشيعه مستدرك الوسائل عندنا التهذيب عندنا امال الصدوق عندنا كم هائل من كتب اساطين وعلماء الشيعه رحمه الله عليهم ما احتاج الى مصادرهم ابدا بس هذا اتمام الحجه عليهم حتى لا يقولون قضيه الامام المهدي تتعلق بطائفه معينه لا القضيه المهدويه الكل هذه روايات وهذه مصادرهم راجعوها راجعوا راح تتفاجؤون قد تكون الروايات اللي هم راويها اكثر من رواياتنا نعم بعد روايه ايضا في مصادر اهل السنه قال رسول الله صلى الله عليه واله يا علي واعلم أن أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا التفتوا إلى نص الرواية مهم جدا رواية لما أقراها التفتوا أنتم اللي جالسين في البيوت وتستمعون إلي ركزوا جيدا لماذا نقول ركز تركيز مهم حتى تفهموا المعنى هذه أمور تتعلق بحياتنا أنت الآن موظف هذا أهم الحكي أهم من وظيفتك أهم من بيتك أهم من حياتك الخارجية هذا اهم شيء ان اكون عقيده سليمه، فلازم افهم الروايات اللي وارده عن رسول الله واهل البيت حتى افهم الامور بصوره صحيحه. يا علي واعلم ان اعجب الناس ايمانا واعظمهم يقينا قوم يكونون في اخر الزمان لم يلحقوا النبي وحجبتهم الحجه، بالنتيجه احنا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه ما موجود معانا الآن بالمشاهدة أقصد وحجبتهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض آمنوا بسواد على بياض يعني إيماننا ويقيننا كيف يقيننا بروايات أهل البيت إحنا استمعنا وأطعنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم هذا سواد على بياض يعني على ولا شيء على ولا شيء وانما يقين وايمان بروايات اهل البيت سلام الله عليهم جعل عندنا هذا اليقين وهذا الايمان فبالنتيجه هذا ما وصل الينا روايه اخرى عن جابر بن عبد الله قال رسول الله ايضا هذه روايه موجوده عند اهل السنه قال رسول الله صلى الله عليه واله لا تزال طائفه من امتي تقاتل عن الحق حتى ينزل عيسى بن مريم عند طلوع الفجر من هذه الطائفة؟ من منها الطائفة؟ هم شيعة أهل البيت عليهم السلام تقاتل عن الحق هم أهل الحق ويقاتلون من أجل الحق حتى ينزل عيسى بن مريم عند طلوع الفجر ببيت المقدس يعني الإمام المهدي سلام الله عليه <applause> يظهر بالمدينة ويتوجه إلى مكة ويرجع مرة ثانية للمدينة ثم يرجع إلى مكة ويتوجه إلى الكوفة ومن الكوفة الإمام يستقر يكون الدولة المهدوية ويجيش الجيش الأصحاب مع الأنصار مع اليماني راية اليماني تلتحق من اليمن بالإمام المهدي والراية تطلع من الكوفة باتجاه الشام كل هذه الطرق اللي من الكوفة الى الشام الى دمشق كل هذه المناطق اذا فيها نواصب وفيها اعداء الامام المهدي الامام راح يصفي كل هذه الاماكن راح يصفيها جميعا وراح تصير معارك الامام راح يصفيها ويوصل الى الشام ويوصل الى دمشق في دمشق ايضا طبعا مواجهات مع جيش السفياني والسفياني ما راح يكون الى جيش واحد عنده اكثر من جيش راح يواجه السفياني يقتل السفياني وينتصر الامام يوصل للشام اهل الشام واهل دمشق وأهل لبنان المؤمنون منهم سيتوجهون ويلتحقون بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه الإمام راح يتوجه للقدس لما يصل الإمام إلى القدس هنالك ينزل عيسى ابن مريم وراح نتكلم عن الموضوع عيسى بن مريم يعني مو بالبداية وإنما لما يصل الإمام إلى القدس طبعا الإمام لما يوصل القدس سيخرج الإنجيل الحقيقي ويعرضه على المسيحيين هذا الانجيل الحقيقي الذي نزل مو هذا اللي موجود عندكم هذا محرف التوراة اللي موجودة توراة محرفة توراة الحقيقي الواحد توراة التي كانت عند موسى بن عمران الامام المهدي طلعها ويراويها الى اليهود فالكل يسلم على يد الامام سلام الله عليه فعيسى بن مريم ينزل فمتى ينزل عيسى بن مريم عند طلوع الفجر ببيت المقدس ينزل على المهدي فيقال له تقدم يا نبي الله فصل فصلي لنا فيقول ان هذه الامه اميرهم بعضهم على بعض لكرامتهم على الله عز وجل هو يتقدم الى الامام المهدي يقدم الامام المهدي عيسى بن مريم الامام المهدي يتقدم للصلاه وعيسى ابن مريم روح الله يصلي خلف الامام المهدي وسيكون من وزراء الامام المهدي. سلام الله عليه عيسى ابن مريم، كما ان الخضر سيكون من وزراء الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. روايه اخرى ايضا مرويه في كتب اهل السنه. قال رسول الله صلى الله عليه واله، انا راح اقول يعني كثير من المشاهدين قالوا احنا لما تذكر اسم القائم عجل الله تعالى فرجه احنا نقوم ونجلس جزاكم الله خيرا بالنتيجه ذكر الامام لازم الكل يعرف انه هذا 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 الصفه الخاصه للامام لازم الانسان احتراما يقف يقف يخلي ايده على راسه ويقول عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه فانا راح ابدل هذه الكلمه بالقائد العباره هذه اي مكان اي روايه راح اقول القائد بدل هذه الكلمه ف... وفعلا القائد الوحيد لنا شيعة محمد وآل محمد وقائد العالم هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وهذه رسالة الجميع اسمعوني جيدا عندنا السيد القائد هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو القائد الأعلى للكون لكل العوالم ليس للشيعة والمسلمين لكل عالم الوجود القائد الأعلى سيدنا القائد الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زين القائد من ولدي روايه عن رسول الله صلى الله عليه واله اسمه اسمي وهنالك نهي من الائمه في ذكر الاسم الخاص للامام عجل الله تعالى فرجه خلص نهي الان تجي ليش؟ شنو الاسباب؟ هنالك نهي التزم وسلم لكلام الامام المعصوم سلام الله عليه صغيره وكبيره البعض يقول ليش؟ وشنو السبب؟ مو دائما لازم نعرف الاسباب هذه اوامر اوامر الهيه طبيعي كان هي قضيه انه واحد من الاسباب هذا انه كان الامام يبحثون عن الامام وكان الامام يريدون اعتقال الامام وقتل الامام سلام الله عليه وبنو العباس كانوا يلاحقون الامام فاذا حتى الان حتى الان هنالك دول ايضا تعد العده لمواجهه الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمايله شمائلي وسنته سنتي يعني ملخص القول رسول الله يتلخص في الامام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني محمد رسول الله صلى الله عليه واله هو الامام المهدي المنتظر بذاته. اسمه اسمي. كنيته كنيتي، شمائله شمائلي، وسنته سنتي. يقيم الناس على ملتي وشريعتي. الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه يجيب الناس تعال بعد مو كل واحد يصلي على كيفه. رسول الله قال صلوا كما رأيتموني أصلي تجي أنت تتكتف هذا من وين مطلعها رسول الله ما كان يصلي هكذا رسول الله كان ساب الإيدة رسول الله كان يجمع بين الصلوات رسول الله ما كان يقول آمين فبعد مو كل واحد يصلي على كيفه وعلى مزاجه ما في مزاج يأتي الإمام المهدي يقيم الناس على ملتي وشريعتي يسير الناس ويسير الناس على سيره رسول الله محمد صلى الله عليه واله ويدعوهم الى كتاب ربي عز وجل الدعوه الى القران الكريم من اطاعه فقد اطاعني هذا كلام نص من كلام رسول الله من اطاعه فقد اطاعني ومن عصاه فقد عصاني ومن انكره في غيبته فقد انكرني الذي ينكر الامام المهدي اذا قال الانسان يقول البعض انه ما عندنا شيء اسم الامام المهدي هذا ينكر النبي الذي ينكر النبي يعني كافر هذا نص صريح من رسول الله واهل السنه هم رووه الجميل هذا رسول الله يقول ومن انكره في غيبته فقد انكرني وكل من ينكر النبي فهو كافر ومن كذبه فقد كذبني الذي يكذب النبي أيضا كافر ومن صدقه فقد صدقني يعني أنت المسلم إذا صدقت بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجاه فأنت صدقت النبي صلى الله عليه وآله إلى الله رسول الله يقول صلى الله عليه وآله إلى الله أشكو المكذبين لي في أمره والجاحدين لقول في شأنه الذين يقولون أن رسول الله لم يتحدث فيه حق الإمام المهدي يشكو إلى الله رسول الله يشكوهم إلى الله تبارك وتعالى والمضلين لأمتي عن طريق قته الذين يضلون يبعدون الناس عن الإمام وما أكثرهم الآن مش كثر الآن موجودين ما يتكلمون في قضية الإمام المهدي وإذا يتكلمون يقول لا هذا أمر مربوط بالشيعة وهذه روايات السنة كلها موجودة أفضل شيء تروح تبحث في الكتب لا تروح إلى واحد من الذين يسمون نفسهم علماءكم لا ترجع إليه روح أنت أبحث لأن هذول أهل المصالح ويمشون على, ال... على الدينار والدرهم فأبحث بنفسك وراح تشوف الحقيقة والمضلين لأمتي عن طريقته وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انتبه بعد ايضا في الروايات الوارده عن طريق اهل السنه روايات عن تنعم الناس الخير والبركه في عصر الامام المهدي يعني الان الناس يوميا لازم كثيرا لازم نردد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج لماذا؟ لان الرخاء في عصر الامام المهدي بعد ما في شده ما في مصاعب ما تخبرون انه في ازمات ما في خلاص عصر الامام المهدي عصر رخاء عصر راحه عصر الخير عصر البركه عصر السعاده بعد ما في ضغوط نفسيه شيء اسمه كابه عند الامام المهدي ما في بعد الان الكابه مرض العصر الناس متكئبين عندهم ضغوط نفسيه عندهم قلق من المستقبل كل شيء ينتهي عصر الامام المهدي رخاء وراحه نفسيه فائقه قال رسول الله صلى الله عليه واله تنعم امتي في زمن المهدي نعمه لم ينعموا مثلها قط يعني منذ ان خلق الله ادم واذا كانت هنالك عوالم قبل ادم النبي عليه السلام البشريه لا تنعم بخير وعافيه وراحه كما في عصر الامام المهدي الا تريدون الراحه؟ فإذا اكثروا من الدعاء لتعجيل الفرج تنعم امتي طبعا هذا الخطاب لامه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في زمن المهدي نعمه لم ينعموا مثلها قط ترسل السماء، السماء ترسل ماذا ترسل السماء؟ ترسل السماء عليهم مدرارا خيرات البركات ترسلها السماء الينا ولا تدع الأرض شيئا من النبات إلا أخرجته يعني بعد ما تحتاجون صيدلية صدقوني صيدليات كلها تسكر العيادات كلها تسكر يعني الآن هذه الصيدليات متى كانت هي صار هذه السنوات صار سنوات ما كانت قبل الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان يعلم أن الإنسان يمرض ولا ما يعلم أكيد يعلم زين في عصر الأئمة كان صيدليات ما كان صيدليات حتى بعد الأئمة ما كان في صيدليات من أين كانوا يستخرجون العلاج من الأرض هذا النبات اللي موجود بالأرض الآن نحن نعتقد ما من شيء ينبت في الأرض إلا وفيه مصلحة إلهية سؤال ممكن نقول أن هذا النبات أي نبات رحت إلى الجبل خمسين نوع من النباتات موجود مثلاً ممكن نقول أن هذا اعتباطي نعوذ بالله أو عبثا أبدا كل شيء إنما هو بإرادة الله بس إحنا ما نعرف ما نعلم وهذه الأدوية بالصيدليات كلها فيها دواء كيميائي الدواء الكيميائي يعالج ولكن آثار جانبية كثيرا اذهبوا إلى كل دكتور انظروا إلى هذه الوصفة الموجودة في الدواء مكتوب الآثار الجانبية يمكن يقول لك الاثار الجانبيه يصير عندك نعاس يصير عندك مثلا ارق يصير عندك كذا كذا مثلا ولكن ما يكتب الاثار الخطره لهذه الادويه. الامام المهدي لما يظهر كل الارض تنبت كل ما فيها، تخرج كل ما فيها. الناس بعد ما يحتاجون الى هذه الصيدليات بعد ال الدكتور ما يروح يتفق ويا ابو السونار ويا المختبرات حتى ياخذون اموال مو كل شوية رايح على الطبيب وماخذ اموال من عندك بعد شركات الادوية واهل المذاخر الادوية شركات الادوية ما تتفق مع الدكاترة والصيدليات على حساب هذا الانسان المسكين اولا يعطوه الدواء كيميائي يدمروه يضروه ويسحبون امواله خلاص مستشفيات وهذه الاموال وهذه العمليات الطائلة خلاص اسمع 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 شوف هذه الدرر من رسول الله صلى الله عليه واله ولا تدعوا الارض شيئا من النبات الا اخرجته، يعني عندك وصفات دوائيه كامله بعد والمال كدوس الكدوس بمعنى المجتمع والمتراكم هذه المصاري اللي الناس ما عندها اموال اللي الناس فكرها بالدولار الضغط يرتفع لما يرتفع الدولار كل ما يخبرون ارتفع الدولار وارتفعت الاسعار الناس الضغط صاعد ونازل صاعد ونازل عصر الامام المهدي بعد ما في دولار يصعد ينزل اموال موجودة تتراكم والمال كدوس يعني متراكم مجتمع متراكم يقول الرجل يقوم الرجل فيقول يا مهدي اعطني فيقول خذ هذه اموال كثيرة يجي عند الامام المهدي يقول أعطيني يا ابن رسول الله يقول له اخذ اخذ هذه اموال موجوده تريد اموال في عصر الامام المهدي في افضل من هذه الخيرات والبركات بعد هذا كله دورر محمد وال محمد انا ليش اقرا لكم روايات علشان لا يكون الكلام انشائي وعلشان مالف وادور واضح هذا الوضوح هذا روايات رسول في اعظم واصدق من رسول الله صلى الله عليه واله وهذا رسول الله يحدثنا زين بعد قال رسول الله صلى الله عليه واله يخرج المهدي في امتي يبعثه الله غيثا للناس، غيث للناس رحمه بركه الله يبعث الامام المهدي غيثا وبركه وصحه وعافيه للناس هذا اللي يتشرف بلقاء الامام اذا عنده مرض يطيب انا اشوف يمكن واحد صديق ومن زمان مو شايفه وعندي عندي انطباع ان يكلمني يقول انا كلامك معاي صرت زين هذا انسان عادي فكيف بالامام المهدي امراضنا اصلا تشوف الامام الطيب الصح يقول يقول رسول الله صلى الله عليه واله يخرج المهدي في امتي يبعثه الله غيثا للناس وتنعم الامه وتعيش الماشيه الماشيه هذه الدواب وتخرج وتخرج الارض نباتها وي ويعطي الماء صحاحا ويعطي المال صحاحا اي بالسويه يعني الناس بعد ما يقول هذا شخصيه وهذا تبع الحزب الفلاني وهذا تبع العشيره الفلانيه وهذا ابن مسؤول وهذا من جماعه كذا وهاي جماعه لا لا, لا 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 هذا احنا في هذه الدنيا تحكمنا الماده تحكمنا المصلحه تحكمنا الفئويه والحزبيه في عصر المهدي خلاص كل يطير هذا ما في شيء الامام يتعامل مع الناس سواسيه يقول ويعطي المال صحاحا يعني بالتساوي يعطي الامام صلوات الله وسلامه عليه بعد وقال صلى الله عليه واله يمكث المهدي فيكم طبعا هذه روايه هذه روايه إنه الإمام يمكن فيكم تسعة وثلاثين سنة، هنالك رواية تقول سبعين سنة، عدة روايات، لا ت... يعني ليست هي رواية واحدة، عدة روايات، والعلم عند الله تبارك وتعالى، الإمام قد ي... قد تكون فترة الإمام طويلة جداً، وهذه السنوات هل على السنوات اللي عندنا الميلادية الهجرية أو أن الرسول صلى الله عليه وآله يحكي عن سنوات غيبية يعني؟ قد تكون لغة الرسول لا تحكي عن هذه السنوات اللي احنا نحكي فيها يعني السنوات في عالم الآخرة تختلف عن السنوات في عالم الدنيا يعني هذا الإنسان يعذب مئة عام مثلا هذا الإنسان العاصي مو مئة عام بأعوامنا هذه أعوام الآخرة تختلف عن أعوام الدنيا أما كم عددها علمها عند الله يمكث يمكث المهدي فيكم تسعة وثلاثين سنة يقول الصغير يا ليتني قد بلغت هذا صغير يقول يا ريت صار كنت أنا كبير حتى أتشرف أكثر بحضور الإمام والإنسان الكبير يعني الإنسان الشايب الختيار الكبير يقول يا ريت كنت أنا صغير كنت شاب حتى أكثر أخدم الإمام صلوات الله وسلامه عليه نعم عندنا اتصالات نستقبل اتصالات ونكمل الحديث الحديث كثير في الإمام المهدي الحديث كثير وإن شاء الله نستقبل اتصالات وبعدين نكمل حديثنا الأخ أبو شهاب من ذي قار تفضل أخ أبو شهاب ألو. تفضل عزيزي ألو. السلام عليكم. عليكم. السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا ألو. بل تفضل عزيزي تفضل معاك أنا ألو. ايه تفضل عزيزي وياك ايه تفضل شنو شنو؟ نعم نعم بعد هذا سؤالك بس؟ اي هذا سؤالي وان شاء الله الله يطول الأمور. بارك الله فيك. فيك الله يبارك فيك ويعطيك العافيه شكرا اخ ابو شهاب من ذي قار طبعا هذه العلامات الهزات والزلازل اللي صارت في تركيا أه لا تدل لم تكن في الروايات حتى غير الحتمية يعني لا ليست هي من علامات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه الأخ أبو مهدي من البصرة تفضل أخ أبو مهدي الأخ أبو مهدي من البصرة تفضل أخ أبو مهدي تفضل السلام عليك عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعني معك. أحد المؤمنين يقول عندما صلى صلاة الواجب أو يستحب يذكر صاحب الزمان ويبكي أنا عفوا صوتك مو الصوت مو واضح كنترول الصوت مو واضح عندي انقطع يلا زين فاذا ال... الروايات اللي وارده في حق الامام المهدي تقول ان الامام يخوض حروبه بعد الظهور بالوسائل الطبيعيه طبعا لا يعني ان الامام كما كان رسول الله رسول الله كان ايضا يتوسل بالملائكه يعني الملائكه كانت تدعم النبي في حروبه وان الرسول كان ايضا المعجزات والكرامات كانت ايضا مع رسول الله صلى الله عليه واله ففي هذا الموضوع ايضا في قضيه الامام المهدي الامام المهدي يخوض الحروب بالوسائل الطبيعيه وايضا يكون مؤيدا بالمعجزات وبالرعب والملائكه فاذا كثير من الناس اللي عندهم كنوز هؤلاء الذين اخذوا هذه الكنوز وهذه الاموال بالباطل الامام يجردهم من اموال باطل الذين اخذوا اموال الناس الذين اعتدوا على الناس الذين هتكوا حرمات الناس الذين اخذوا الاراضي ظلما وجورا والذين اعتدوا على اموال العالم الامام المهدي يتدخل في كل هذه الامور فاذا الارض تخرج الذهب والفضة وكل الثروات الأخرى يعني في عصر الإمام المهدي ما في عندنا مشكلة مادية في عصر الإمام المهدي ما عندنا فقير أبدا الأخ أبو مهدي رجع يتصل مرة ثانية تفضل أخو مهدي أبو مهدي تفضل عزيزي ربي يراك شيخ لا بخدمتكم عزيزي تفضل أحد المؤمنين يقول أنه كل ما يصلي صلاة الواجبة يتذكر صاحب الزمان ويبكي نعم. او يتباكى يعني وبعض الاحيان يتذكر مصيبه ابي عبد الله ويبكي هل هذا يجوز يعني او بس كان طبعا البكاء في الصلاة الواجبة إذا كان بكاء على الدنيا فالصلاة باطلة يعني مثلا إنسان فاقد عزيز وبالصلاة ذكره فاقد ابنه ابن عمه صديق واحد قريب وتذكره بالصلاة أو بكى على أمه وأبوه بالصلاة صلاته باطلة أو صار عنده خسارة أو عنده مشاكل خاصة وبكى بالصلاة صلاة باطلة ولكن البكاء من أجل الله ومن أجل الآخرة في الصلاة مثلا الإنسان يبكي على مثلا في أثناء الصلاة دعا يقرأ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن وصار يبكي ذكر الإمام المهدي فهذا لا إشكال في ذلك حياك الله نعم فبالنسبة إلى موضوع الروايات أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الرواية تقول أن الإمام يجمع الكنوز يعني الذهب والفضة الآن احنا ما ندري هذه الجبال اللي موجودة كثر فيها معادن ثروات تدرون هذه الأراضي لا سيما مثلا مثلا في العراق هنالك الكثير من الثروات موجودة ولكن الأمر مو بيدك انت القرار ليس بيدك اكو قرار أعلى من عندك ما يخليك تطلع هذه الثروات تروح مثلا إلى كثير من البلاد اللي قوة الاستكبار والقوة العالمية متحكمة والقرار مو بيدك قرار بيد اليهود ما تتمكن ما يريدونك يكون عندك كهرباء ما يريدون يكون عندك انت راحة نفسية ما يريدون تكون انت تتنعم بالراحة وبالخيرات الله معطيك الخيرات كلها موجودة في بلادنا في كل بلادنا موجود نفط موجود غاز موجود خيرات موجود بركات ولكن الدول المتنفذة لا تسمح واليهود متنفذون في كل مكان لا يريدون لنا الخير لذلك لا يسمحون لنا كهربانا في مشكلة ما في مشكلة الناس يعانون من من فقر من جوع من مشاكل اقتصادية ما هو السبب لأنهم لا يريدون ذلك لا يريدون لشعبنا الخير والعافية هذه نقطة مهمة جداً في عصر الإمام المهدي هذول كلهم ينتهون خلاص. بعد ما في يد أكبر من عندك. ما في واحد يجي يتحداك ويقول لك إذا ما تمشي على السياسة اللي أنا عندي أطلع الدولار، أدمرك، أبهذلك، أقضي عليك. ما في أحد بعد خلاص. الإمام المهدي سلام الله عليه، الرواية تقول كل الكنوز، إيش كثر في ذهب وفضة وأموال يخرجها الإمام. يجعلها كجبل عظيم ثم يدعو الناس تعالوا ايها الناس تعال ايش كثر تريد؟ يلا شي ملتفتين انتم تتصورون الراحه النفسيه والسعاده للبشر في عصر الامام انتم تتقاتلون على ماذا؟ بين الاخوه مشاكل على المال بين ابناء العام مشاكل على المال بين الاصدقاء والاقرباء مشاكل على المال الناس تتقاتل تذبح بعضها تجر بعضها للمحاكم تجرهم للسجون علشان المال المال مدمر الناس قضى على الناس المال ما يقول تعال على شنو قاتلته قاتل تتقاتلوا على المال تعال يقول الامام يطلع الذهب الكنوز الذهب الفضه يلا تعال ايش كثر تريد شيل روح يلا شوف الروايه الروايه تقول ان الامام يجمع هذه الكنوز والاموال كالجبل العظيم ثم يدعو الناس فيقول تعالوا إلى ما قطعتم فيهم الأرحام وسفكتم فيهم الدم الحرام تعال هذا اللي أنتم قتلتوا بعضكم وقطعتوا الرحم علشان المال يلا تعالوا اخذوا هذا المال اخذوا يلا نتفت فإذا هذه الراحة النفسية الآن هذه المشاكل اللي عندنا هذا الفقر اللي موجود هذه بيوت التجاوز اللي موجودة في العراق وهذه الحواسم اللي موجودة زين وعندك حكومة لا تحل ولا تنش كل شيء ما تعمل يعني الان هذه موجوده هذه البيوت اولا من تمكن ان نقول هذه الارض للحكومه انتبهوا جيدا يقول لك هذه الاراضي للحكومه الحكومه وين هذه اراضي الناس هذه اراضي الله تبارك وتعالى الارض لله ولمن عمرها هذه الارض اجى هذا الانسان تجاوز انتم تسموه تجاوز صحيح وعمر هذه الأرض شرعا له الحق بها أرض متروكة صحراء إجا واحد عمر فيها كحكومة تتمكن لا مو من حق الشرعي شرعا حكم الله يقول هذا ليس للحكومة نعم الآن إحنا عندنا مشاريع أريد نفتح شارع في هذا المكان والجماعة جايين بانين بمكان لا في طرق لا في كهرباء لا في تأسيسات لا بنى تحتية معليش تعال أعطي بديل هذا الإنسان اللي تسميه أنت متجاوز وأنت أنت ظالم أنت مجرم أنت تفكر المسؤول بنفسك ما تفكر بهذه العوائل ما تفكر بالنساء ما تفكر بالأطفال شنو اللي جبره يروح إلى التجاوز لأنه أنت ظالم إليه أنت ما تعطي حقه هذه الأموال وهذه الثروات إذا ما هو المطلوب المطلوب توفر إلى أرض تخطط هذه الأرض تبني هذه الأرض من أمواله الشعب هذه أموال الشعب تبني له وتقول له تفضل لو سمحت تعال انتقل الى هذا المكان انتقل الى هذا المكان هيئ له المكان هيئ له الارض خطط الارض والا هذه الان مثلا مثال احد الامثله بالعراق احنا ما نذهب الى بقيه الدول هذا مثال وينطبق على الاماكن الثانيه هذه اموال الشعب فاذا نسميه تجاوز وتحاول تشيله من هذا يعني انت ما تفكر الاطفال والنساء هسه تقول انت شيخنا تايد هذا الشيء انا ما ايد هذا الموضوع ولكن الناس ما عدها ماذا تعمل هذه الاراضي هذه البصره مليانه اراضي هذه كربلاء مليانه اراضي النجف مليانه كل المحافظات اعطوهم بدائل اعطوهم قطع كل واحد اعطيه 300 متر مو تعطيه 50 متر هذه الارض مو لك انت المسؤول انت المحافظ انت الوزير انت النائب لعنه الله على كل انسان يظلم هؤلاء الناس لعنه الله عليك لعنة الله عليكم كبيركم وصغيركم تظلمون هؤلاء الناس والله دواكم صاحب الزمان ما يقلعكم واحد واحد انتظروا وين رايحين وين تروحون من محكمة رب العالمين على كل حال رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه واله يقول يكون في أمتي خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا يعني ماذا يعني ما يجي الإمام يحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا لا الإمام يدفع المال يشيل المال هكذا كومات شايف يشيل المال هكذا يقول له أخذ بعد ما يحسب له واحد اثنين ثلاثة أربعة لا عصر صاحب الزمان ما يحسبون بعد أخذ وروح شيل هذه الأموال وأذهب عندنا اتصال الأخت مريم من بغداد فضل يا أخت مريم تفضل يا اخت مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا حياكم الله اهلا ومرحبا، الله يبارك فيكم. شيخنا بحث موارث الانبياء اللي نعم. صحيح. شنو قاريه موارث الانبياء شنو؟ موجودات يعني مكان الجبل في أنطاليا ما ادري يعني شو اقصد إيه وشيخنا السؤال الثاني اريك اعمال تقربنا عن الامام المهدي ان شاء الله ان شاء الله وتقربنا للامام المهدي ان شاء الله ان شاء الله حياك الله حياك الله طبعا بالنسبه الى موضوع هذه الامور يعني عصا موسى ستكون بيد الامام المهدي خاتم سليمان سيكون بيد الامام المهدي عمامه رسول الله ورداء رسول الله سيكون مع الامام المهدي، سيف ذو الفقار سيكون بيد الامام المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، طبعا هذه الكنوز وين موجوده؟ لا يعلم بها الا الله، البعض يقول في جبل في أنطاكية قد تكون روايات موجوده، ولكن هذه الامور لا تشغلون نفسكم فيها، هذا وين مكانه موجود؟ باي مكان؟ لا يهم، هذا الامر يتعلق بالامام، هذه من خصوصيات الإمام من نتيجة هذه كل خصوصيات الأنبياء تنتقل إلى الإمام المهدي سلام الله عليه كلها تنتقل هذا أولا أما الأعمال التي تقربنا إلى الإمام المهدي أولا التزمي بصلواتك في وقتها أكون في الجامعة أكون في المدرسة أنا أقول هذا الكلام لشباب المدرسة حتى من المتوسطة والإعدادية حتى الثانوية حتى الجامعة سواء في الجامعة في مصلى فبها ونعمه ما في مصلى اخذ سجادتي معاي واصلي في مكان بالجامعه ضحكوا علي ذولا مجانين ذولا مرضى اللي يضحك عليك ويستهزئ عليك وكذا ابدا والا انا انسان مهدوي وعاشق لصاحب الزمان وصلاتي الساعه 4 العصر هاي اي 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 صاحب الزمان الامام لا يرضى بذلك صلاتك اهم من جامعتك صلاتك اهم من شهادتك صلاتك اهم من علمك لما ينزلوك بالقبر علمك يفيدك ولا شهادتك تفيدك؟ نعم العلم مهم ولكن الصلاه اهم هذه واجبه لا تترك في كل الحالات، اصلي صلاتي في وقتها ابتعد عن اي شيء يبعدني عن الله، الغناء، الغيبه، التهمه، اموال الحرام، لقمه الحرام. الامر الاخر التصدق اليومي للامام المهدي. الامر الاخر زياره الامام المهدي الدعاء بالقنوت في كل صلاة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن أو اللهم عجل لوليك الفرج أقرأ كتب في الإمام المهدي أنور نفسي في الإمام المهدي هذه الأمور كلها تقربني للإمام بكرة بالليل ليلة الخامس عشر من شعبان استعدوا إليها ناموا زين اسهروا من الليلة إلى الصباح لا تقول عندي دوام بكرة الصبح حتى إذا عندك دوام هذه الليلة ليلة تقرر فيها قدرك إلى سنة كاملة والأمر يعرض على الإمام الحجة سلام الله عليه وليلة القدر الإمام يمضي عليها إذا بكرة بالليل اسهروا اقروا دعاء اقروا دعاء الندبة صلوا صلاة الليل اعملوا صلاة الإمام الحجة إياك نعبد وإياك نستعين انشغلوا بذكر الله ألف مرة استغفار ألف مرة صلوات مئة مرة سورة القدر سورة التوحيد مئة مرة سووا أعمال سووا أذكار أعملوا صلوات أحيوا الليل إلى الصباح بذكر الله بعبادة الله أحيوا هذه الليلة ليلة بكرة بالليل ليلة عظيمة وعليكم بالغسل أيضا كلش مهم وزيارة الإمام الحسين عليه السلام الله الله في زيارة سيد الشهداء أيها الناس ليلة عظيمة ليلة النصف من شعبان بكرة بالليل لا تفوتكم هذه الليلة أحيوها بعبادة الله تبارك وتعالى. زين نقرا هذه الروايه ايضا. بصراحه عندي روايات كثيره، مواضيع كثيره، والوقت يداهمنا دائما ولكن نحاول هذا اللي نقدر عليه. روايه ايضا وردت عن ابي سعيد الخدري قال: قلت والله ما ياتي علينا امير الا وهو شر من الماضي ولا عام الا وهو شر من الماضي. لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله يعني يوم على يوم وضعنا أسوأ يروح وزير يجي وزير هذا أسوأ من اللي قبله واللي بعده أسوأ من اللي قبله بعد هذه هذه حالتنا صايرة فمع الأسف حكومة أسوأ من الحكومة واحد أسوأ من الآخر يعني إحنا الآن هم مستبشرين إن شاء الله إحنا في العراق هذه الحكومة الجديدة إن شاء الله تكون خير إن شاء الله ان شاء الله تكون في خدمة الناس وليست في المحاصصة ولا تساوم على وضع الناس، ان شاء الله يكون في خير، احنا نتفائل، ان شاء الله يقول نقول ان شاء الله يكون خير، إينا نعم، اتصال اخر، تفضلوا الاخ محمد من ذي قار، تفضل اخ محمد. تفضل عزيزي. آه بسال اذا حاسي الشيخ اي انا معك الشيخ بس نص صوت التلفزيون، اخ محمد نص صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. السلام <applause> عليكم <applause> <applause> عليكم السلام عزيزي هلا اخوي الو تفضل ايه معاك تفضل عزيزي نعم الرواية تقول عن ابي سعيد الخدري يقول ما يجي ان امير الا يجي شر من عنده وما يجي عندنا عام الا ش... العام أشر من قبل <applause> إلا شيء سمعته من رسول الله ماذا سمع؟ يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أن أمراءكم أميرا يحث المال حثيا ولا يعده عدا يعني لما يحمل المال هكذا يحمله ما يعده بعد من هذا الأمير يأتيه الرجل فيسأله فيقول خذ يقول له أبسط هذا مو عبايتك جيب شرشف جيب شرشف وخلي فيه الأموال أخذ مال وروح يلا هذا وين الآن في عصر صاحب الزمان في عصر الإمام المهدي تجد كل الخير والبركة وبسط رسول الله صلى الله عليه وآله ملحة غليظة كانت عليه يحكي صنيع الرجل ثم جمع إليها أكنافها يقول يجيب شلون رسول الله ضرب مثال مثل مثلا مثلا عند الرداء واحد يبشرشف كبير هذا الشرشف خلي فيه الاموال وشيله وروح انتهى هكذا الخير والبركه هكذا في عصر الامام المهدي يعني لما ندعو لتعجيل الفرج ندعو لراحتنا ندعو لسعادتنا ندعو للخير ندعو للبركه التي تاتي الينا زين هنالك نعم وصلنا الى ختام البرنامج نقرأنا هالروايه وان شاء الله يكون خير كنت انا مجهز لكم بحث اخر ايضا وبارحه كلمتكم انه راح اتكلم حول حركه الامام الكوفه ولكن اخذنا الوقت. روايه ايضا عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه واله ايضا روايه يقول سمعت من رسول الله يقول لا يزال بكم الامر حتى يولد في الفتنه والجور من لا يعرف عندها حتى يملا الارض جورا فلا يقدر احد يقول يقول الله يعني هل كثر الوضع سيء يصير بعد الانسان ما يقول قال الله تعالى فعلا الان في بعض المراكز الاكاديميه اذا تقول قال الله يقول ها هذا هذه هذه محاضره دينيه زين محاضره دينيه اهم ام محاضره اكاديميه؟ لا شك العلم الاكاديمي مهم ولكن المحاضره الأكا المحاضره الدينيه شنو الدين يعني؟ الدين عن القران الدين عن رسول الله يعني أمير المؤمنين أكيد أن هذا علم الدين أفضل من العلم الأكاديمي أفضل من هذه العلوم اللي تدرسوها في الجامعات الوضع صاير بطريقة رسول الله يقول يقول إنسان يخشى أن يقول قال الله بعد تخاف تقول قال الله يقول ها 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 هذا واحد ملتزم هذا متدين شوف العبارة لا يزال بكم الأمر حتى تولد الفتنة إلى أن فلا يقدر أحد يقول أحد يقول الله ثم يبعث الله عز وجل رجلا مني ومن عترتي فيملأ الأرض عدلا كما ملأها من قبله جورا وتخرج الأرض أفلاذ كبدها ويحث المال حثوا ولا يعده عدا على كل حال كل الخيرات والبركات في عصر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه ندعو الله تبارك وتعالى بالخير والبركه والسعاده والله يجعل ايامنا ايام خير، هذه ايام مباركه تتعلق بالامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، نتوجه الى الامام المهدي نلتفت الى الله، ندعو الله، نبتهل الى الله يا رب اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اظهر لنا صاحبنا المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يا مولاي يا صاحب الزمان الطف بنا يا مولاي يا صاحب الزمان خلصنا من محن الزمان يا حجه الله خلصنا من فتن الزمان يا حجه الله خلصنا من الفتن والابتلاءات وهذه المحن التي تحيط بنا من كل جانب اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم ارض عنا امام زماننا كرروا كرروا هذا هذه العباره دائما اللهم ارض عنا امام زماننا اللهم وفقنا لنيل رضاه دعواتي لكم بالتوفيق والعافيه لا تنسون تصدقون يوميا عن الامام المهدي ولو ربع مبلغ بسيط وزياره الامام المهدي اذا ما تتمكن تقرا زياره ال ياسين دقيقتين اقرأ قل هذه العبارة السلام عليك يا مولاي يا بقية الله يا صاحب الزمان زر الإمام المهدي وادعو بتعجيل الفرج ولا تنسون ليلة النصف من شعبان بكرة بالليل مساء غد لا تنسون إحيائها إلى الصباح بذكر الله بالعبادة هسه حياتنا قعدات وسوالف وطلعات وعمل وأوقاتنا من هنا وهناك خلي هذه الليلة نعمل لآخرتنا هذه الليله الامام يعرف خصصناها من اجل الامام ونحاول حتى اذا ما نسهر بكره بالليل حاول حتى اذا اول الليل انام ساعه ساعتين اجلس الساعه 9 8 10 11 والى الصباح احييها بذكر الله هنيئا للذين يحيون هذه الليله بذكر الله بزياره الامام الحسين بزياره الامام المهدي بالعمل والدعاء لتعجيل الفرج اللهم عجل لوليك الفرج إلهي تقبل منا وفقكم الله ورعاكم شكرا لهذه المتابعة الرائعة باقينا إن شاء الله بكرة بالليل وبعد بكرة ليلتين وننتهي من البرنامج وعدنا مواضيع كثيرة ما انتهت ولكن عدنا ليلتين إن شاء الله راح نكون معاكم على البث المباشر على قناة المهدي الفضائية الساعة التاسعة والنصف مساء حياكم الله نسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج وفي امان الله